أجدادنا حكولنا زمان عن متحف مسكون بالجان. وقناع الدهب مسحور وكشفوا لنا كل المستور. ولما يسود الليل المكان وجوه قناع ملك ملوك الإنس والجان بيحصل في المتحف قلبان. بمراكب الشمس كان بالإمكان وليها في السنة رحلتان بتنقل الروح الآلهة لعالم النسيان بتعبر بيها في كل زمان ومكان وبتحميها عن حورس من شر الطوفان. وفي نهايتها ظهرت لوتس تملاها خير وأمان. دب فيه الحياة كل شيء في قلبه حجر فجأة يصبح بشر. بس لما القمر ينام والشمس تصحى وفي السماء تبان والنور يملى الأركان بيكتشف المستور ويكسر سحر المسحور فترجع الحاجات من تاني الجماد ومع القمر بترجع تاني بشر. رواية سالم من
قصص أجدادنا مليان حكايات، حكاية متحف هابو المسحور في الجزيرة البعيدة في فلك بندور. البنات رجومين، رواية ست نجومين سد البنات.